بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم في محاضرة تمريض الأطفال عن الجاستروإنتيرايتس. الجاستروإنتيرايتس results from increased rate of peristalsis causing watery acidic stools to be forcefully expelled. يبقى ناتج الجاستروإنتيرايتس عن زيادة في الحركة الدودية. زيادة الحركة الدودية في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء تؤدي إلى إخراج براز ووتري يعني مائي وأسيدك ستول يكون اللي هو وسط البراز أكرمكم الله حمضي. ممكن يكون سيريوس في اليونج تشيلدرن. الكوزز أوف جاستروإنتيرايتس ممكن تكون بكتيريا سالمونيلا شيجيلا ستافيلوكوكس أوريوس أو فيروس أو أليرجي أو دياتري أو أذر كوزز زي البارازايتس زي الجارديا والإنتاميبيا هوستيتيكا. هذا ليش التعريف الجاسترويترايتس. ايش الاسسمنت فايندينجز؟ ايش الاعراض اللي ممكن تظهر على الطفل؟ ديهايدريشن، ومن اعراض الديهايدريشن سانكن ايز، بكون العينين غيرت لجوا، سانكن ايز العيون الغارقه، طلع على وجهك تلاقي العينين دخلات لجوا، وفقد لوس اوف اللمعان، تفقد اللمعان البياض. يبقى sunken eyes, the breast anterior ventanelle. لو حطيت ايدك على الانتيريور ventanelle النافوخ الامامي بتلاقي نازل، خاصه بالاطفال اللي عمرهم اقل من 18 شهر. اليوريا قله التبول، وبقول اليوريا لما تكون كميه البول اللي في ال 24 ساعه من 50 ل 100، لكن اقل من 50 بنقول انها انيوريا. ويت لوس بفقد وزنه، وزنه بنزل. بور تيشو تيرجر بتلاقي ليونت الجسم مفقودة، يعني لو انت مسكت جلدة البطن بصابعك اثنين بتلاقي تظلها مكرمشة، بتظلها واقفة، لكن في الوضع الطبيعي بترجع ايش طبيعية زي ما كانت. بور تيشو تيرجر. دراي موكس ممبرين، الموكس ممبرين اللي هو الغشاء المخاطي في الفم بتلاقيه ايش دراي جاف، وجلده بتلاقيه دراي. ثيرست عطش، وتمبريتشر هاي، تمبريتشر بتلاقي الحرارة عالية. اثنين لستلسنس اللي هي معناها الخمول. Unstable fluid and electrolyte balance، في خلل في الالكترولايت والفلويد في الجسم. لو انت سحبت له عينة الالكترولايت ممكن تلاقي البوتاسيوم واطي في حالة لسان. 4 susceptibility to infection، مقابل لحدوث عدوى والتهاب. ممكن يكون gastroenteritis تؤدي إلى نمونيا أو تايتس ميديا أو UTI، أو ممكن UTI والنمونيا والتايتس ميديا والمنجايتس يؤدي إلى gastroenteritis. انترفينشن، اول شيء بناخذ نعمل اسسمنت وبناخذ كيربل هيستوري التاريخ المرضي انكلودينج بوسيبل سورسز اوف فود بويزنج، مشان نشوف اذا كان هو ماكل طعام مكشوف وبايت خاصه في فصل الصيف وصار تسمم غذائي، او اذر سورسز اوف انفكشن زي اللي هو انفكشن اوف سكن اور ذا لانز. في البدايه الطفل لما يكون بالسيفير ديهايدريشن بكون NPO nothing bear us، وبنعطيه سوائل في الوريد. ايش اول شيء نبدا؟ دائما الطفل اللي بيجيك عندك على قسم الاستقبال عنده اسهال او عنده جفاف شديد بنبدا له بنورمال سلاين محلول ملح، بعد نش رينجر، وبعد نش دكستروز سلاين والى اخره. اما يبقى اول شيء بنبدا للطفل اللي بيعاني من جفاف شديد بنبدا له بنورمال سلاين انتيبايوتكس، بياخذ مضاد حيوي، فيتامينز نعطيه فيتامينات، ودايت. الدايت خصائصها بتكون نون اريتيتنج دايت، يعني بديش ناكل اكل يعمل تهيج يهيج اللي هو الامعاء. يعني على سبيل المثال الطفل اللي عنده اسهال نعطوش احنا حليب شمينت كامل الدسم او لبن شمينت، بنعطيه اللي هو لبن ميلكي لاند اقل دسامه او منخفض الدسم. ست بنعمل ازوليشن للطفل، عزل للطفل لحد ما نعرف ايش السبب، لانه ممكن يعدي ممكن اللي هو الجاستروإنتيرايتس ان هذا الطفل من الثاني خاصه بظل بيئه غير نظيفه، واستعمال ملابس الاخرين. 7 مونيتور ستولز، شوف الستول من حيث الكونسستنسي اند كاركتر، يعني ايش نشوف في الستول؟ البراز اللي في حاله الجاستروإنتيرايتس البراز ايش شكله، مائي ولا طري ولا جامد؟ بدنا نشوف كونسستنسي مكوناته، في دم، في مخاط، ايش لونه، قديش كميته. هذه الحاجات نلاحظها في اللي هو البراز. طيب
في برازايت، في ديدان، في دود شعري. 8 من 10 انتيك اند اوت بوت، بدنا نحسب الانتيك والاوت بوت، السوائل الداخله والسوائل الخارجه. ديلي ويت، وزنه في كل يوم وزن، نعمل في وزن الطفل، شوف وزنه. سبيسيفيك جرافيتي اوف يورين، شوف الكثافه النوعيه للبول. اذا كانت عاليه فهذا يعني انه الطفل عنده ديهايدريشن، واذا كانت منخفضه يعني الطفل عنده اوفر هايدريشن. 10 تشيك سوريوم، شوف الاحساس، درجه الاحساس عنده. 11 مونيتور فور سكندري انفكشن، تلاحظ انه ممكن يصير عنده التهاب اخر، التهاب في اي مكان اخر في الجسم. ولقوا انه 40% من حالات اللسان مصحوبه بيو تي اي، التهاب في المسالك البوليه. هل التهاب المسالك البوليه او التهاب الجاسترونترايتس ممكن يكون الجاسترونترايتس تؤدي الى يو تي اي، وممكن يو تي اي يؤدي الى جاسترونترايتس، وممكن في حاله النمونيا يصير عند الطفل جاسترونترايتس، وحالات المننجايتس يصير عنده جاسترونترايتس، وحالات السكن انفكشن يصير عنده جاسترونترايتس. الموضوع اللي بعد هيك هايبر تروفيك بايلوريك ستينوزس. احنا عارفين المعده تتكون من 3 اجزاء، فاندس الجزء العلوي، بادي الجزء الاكبر والمتوسط، والبايلورس. يبقى البايلورس الجزء الاخير من المعده هو اللي بيتصل مع ايش؟ مع الدودينام، الجزء الاول من الامعاء. ايش بيصير بالبايلوريك ستينوزس؟ بتلاقي الاقعاد القابضه اللي في نهايه البايلورس اللي هي بتلتقي مع الدودينام، بتكون هذه العضله اللي هو بيكم ثيكن، تكون سميكه. ايش يؤدي سمكها؟ كوزنج هاي جريد جاستريك اوتلت اوبستراكشن، ممكن يؤدي الى ضيق وانسداد في منطقه البيلورس، مما ينتج عنه ذات ريزلتس ان دايليشن هايبرتروفي اند هايبربستازيس اوف ذا ستوما، ينتج عنه توسع المعده، تضخم المعده، وزياده الحركه الدوديه في المعده، اللي هو ريزلتس ان دايليشن هايبرتروفي اند هايبربستازيس اوف ذا ستوما. What are the clinical manifestations of pyloric stenosis؟ ايش اعراض البايلوريك ستينوزس؟ دائما هذا بصير في الاطفال في بدايه في حديث الولاده من سن 3 اسابيع لسن 12 اسبوع، يعني في الاول في اول اسبوع اول اسبوعين ممكن يكون عادي، لكن ستظهر الاعراض بعد الاسبوع الثالث، اسبوع 12 من عمر الطفل. الكاردينال ساينز اللي هو الاعراض الاساسيه، بروجكتايل نون بولس فوميتنج، بتلاقي القيء بتقيء الطفل وبقذف القيء لبعد، يعني بيصيرش القيء بيصيرش على 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 وجهه على الشفتين، لا بكون ايش؟ مقذوف. بروجكتايل نون بولس يعني زي ما هو الطعام خالي من العصاره الصفراويه، لانه بصلش الدودينام، وبالتالي لا يعني يختلط بالعصاره الصفراويه، فبنقول عنه نون بولس فوميتنج، يعني قيء غير خالي من العصاره الصفراويه زي ما هو. كونستيبيشن اور ديكريز كوانتيتي اوف ستول، امساك او بتقل كميه التبرز. لوس اوف ويت اور فيلر تو جين ويت، يا بيفقد وزنه يا اما بيكسبش. لوس اوف ويت اور فيلر تو جين ويت، ها صعوبه او فشل في انه يكسب، بيكسبش. بيكاستك ديستنشن، المنطقة اللي بجاستريا موجودة في أعلى المعدة، بقول على صم المعدة موجودة وين؟ تحت عظمة القص، نهاية عظمة القص القرقوشة، بنقول عنها القرقوش السدر، هي بنقول على صم المعدة، وبنقول على منطقة البجاستريا بتلاقيها ستندد منتفخة. فيزبل لو طلعت على بطنه الطفل بعد النتج ممكن تلاحظ في حركات ويف، موجات من الحركة الدودية، فيزيبل جاستريك بريستالتيك ويفز من الشمال لليمين، لكن الفراغ العادي من اليمين للشمال، لكن في حاله اللي هو البايلوريك ستينوزس بتلاقي حركه موجات الحركه الدوديه من الشمال لليمين، سين جاست افتر فينفنت وومت، بتكون بعد طفل ما ينتم. هاي الديهايدريشن والالكترولايت امبالانس، جفاف وخلل في الاملاع اللي هي الكترولات الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. ديكريز يورين اوت بوت، كميه البول الخارجه من الطفل بتلاقيها قليله. بالبابل بايلوريك ماس، لو الدكتور ضغط على الابر رايت كوادرنت اوف ذا ابدومن، الجزء العلوي الامامي، الجزء العلوي اليمين، الجزء العلوي اليمين رايت ابر كوادرنت اوف ذا ابدومن اللي هو منطقه الكبد والمراره، لو ضغط عليها بتلاقي بحس في ماس في كتله تحديده. بالبابل بايلوريك ماس ان ابر رايت كوادرنت اوف ذا ابدومن،
to the right of the umbilical. ممكن يحس تلاقيها يا اما في الرايت ابر كوادرنت وبعدين على امتداد اللي هو الجزء الايمن اللي من الامبليكس من السره. وقتيش هذا بحسها اكثر شيء بيست فلتر يورينج فيدينج خلال الرضاعه اور ايميديتلي افتر وومتنج او مباشره بعد القيء. يبقى بحس هذا الماس خلال الرضاعه او بعد القيء. جندس ممكن الطفل يعاني من رجان او زياده الصفراء في الدم. المانجمنت اوف بايلوريك ستينوزز عمليه. اسم العملية بايلوميوتومي او بايلوروبلاستي او فاجاتومي اند بايلوروبلاستي. حتلاقي في كتب مكتوب عنها اسمها بايلوروبلاستي، وهنا عندك مكتوب بايلوروميوتومي. ايش البايلوروميوتومي؟ بيفتح البايلوروس بيعمل تشققات او حزوز جراحة، بيعمل انسجنز في منطقة البايلوروس في السفنكتر وبيخيطها بالعرض فبتوسع منطقة البايلوروس، بسموها هذه بايلوروميوتومي او بايلوروبلاستي، اصلاح لمنطقة البايلوروس. قبل ما يعمل البايلوروميوتومي او البايلوروبلاستي بيصلح ايش؟ الجفاف، بحسن الجفاف، بعطيه سوائل، بعطيه املاح. يبقى اول حاجة بنصلح اللي هو بنعمل يعني بنعالج الجفاف الديهايدريشن والالكترولايت امبالانس مشان نمنع الالكالوزس. كومبليكيشنز، وات ار ذا كومبليكيشنز اوف بايلوريك ستينوزس ستارفيشن، اللي هي الجوع والخطر الناتج عن الجوع، ستارفيشن، ديهايدريشن، جفاف، هيماتيمسيس، قيء مدمم. ودير بالك معنى هيماتيمسيس قيء مدمم، اما هيموبتسيس سعال مدمم. سيفير الكترولايت امبالانس، بصير في خلل في الالكترولايت. نيرسينج انترفينشن، ينصب على بريوبراتيف مينتيننج فلويد اند الكترولايت امبالانس، بدك تحافظ على الفلويد والالكترولايت بالانس، بدك تحافظ على ايش؟ على التوازن السوائل مع الاملاح. بروفايدنج كومفورت، بدك تشعر الطفل بالراحه من خلال اللي هو الوالدين ومن خلال تحسين البيئه حوالين الطفل. الفيتنج بيرنتال انكزايتي، تقلل من قلق الوالدين. وبعدين بوست اوبرتيف بريفنتنج كومبليكيشن، وهذه طبعا البوست اوبرتيف بريفنتنج كومبليكيشن تتكرر في كافه العمليات الجراحيه المتعلقه بالبطن. الموضوع الثالث حتكلم فيه اليوم السيلياك ديزيز. سيلياك ديزيز له اسم ثاني، سيلياك ديزيز اختصار سي دي اور جلوتين سنسيتيف انتيروباثي، اسمه الثاني جلوتين سنسيتيف انتيروباثي، يعني حساسيه الامعاء لماده للبروتين للجلوتين. الجلوتين هذا موجود وين؟ في البروتين الموجود في القمح وفي الذره وفي الشعير. يبقى سيلياك ديزيز اسمه الثاني جلوتين سنسيتيف انتيروباثي. It is a complex autoimmune genetic disorders، عباره عن autoimmune disease جينيتيك، له عامل وراثي، يرجع يعود الى عامل ايش؟ وراثي. This is a complex autoimmune genetic disorder، دير بالك سؤال امتحان، ها نقطتين هذول سؤال امتحان، ايش اسمه الثاني سيليك ديزيز؟ جلوتين سنسيتيف انتروباثي. اثنين، يعد ضمن اللي هو امراض المناعه المتعلقه اللي بترتب عليها التهاب في الامعاء، autoimmune genetic disorder. سيليك ديزيز افكس السمول انتستين، يبقى وين ايش باثر على ايش؟ سؤال امتحان برضه كذلك في المزاول وفي الشامل، باثر على ايش السيليك ديزيز؟ بصيب ايش؟ بصيب السمول انتستين وليس اللارج انتستين. سيليك ديزيز افكس السمول انتستين اند از كاركترايزد باي، يعني تميز ب بيرمننت ان ابيليتي تو توليريت دايتري جلوتين، بتمخض عنه ينتج عنه انه الطفل ببطل ايش؟ يتحمل انه ياخذ غذاء فيه جلوتين. الجلوتين ايش هو؟ عباره عن بروتين فاوند ان، قلنا بروتين موجود في وين؟ في الويت القمح او الحنطه، الراي، الذره، والبارلي اللي هو الشعير. ديزيز راس الانفلاميشن اوف او قال النقطه اللي قبل هذه، ديزيز بروسيس از ريفيرسبل وذ ستريكت اديرنس تو جلوتين فري دايت، ممكن الطفل يرجع طبيعي لما احنا يلتزم ببرنامج ياخذ غذاء خالي من الجلوتين. ها قاعد بعيد انا، جلوتين فري دايت مش تقول لي فيها جلوتين، بده يلتزم ببرنامج غذائي خالي من ايش؟ من الجلوتين، جلوتين فري دايت. ديزيز ذس ان انفلاميشن اوف ذا ميوكوزا اوف ذا سمول باول، بترتب عن المرض التهاب في غشاء المخاطر المبطن الامعاء especially the duodenum and jejunum. وقلنا الامعاء قبل هيك في الاناتومي بتتكون من ثلاث اجزاء،
الابعاد دقيقه، دودينام ججينام اليام. تكون مشكله اكثر حاجه وين؟ في الدودينام والججينام. هذا بينتج عن this results in damage of the villi، بينتج عنه انه في تهتك بصير الخملات which can be shortened or totally lost، بينتج عنه انه هذا يصير فيها ضمور او تختفي. The severity of symptoms depend on، حده الاعراض تعتمد على the extent of affected intestine، شده الاعراض تتوقف على او تعتمد على يعني كميه او حجم الإصابة، حجم الجزء المصاب من الانتستين. كل ما كان الجزء المصاب بالانتستين يعني حجمه أكبر، كل ما كانت الأعراض أشد. يبقى severity of symptoms depend on the extent of the affected intestine، الجزء المصاب من الأمعاء. إيش clinical manifestations of celiac disease؟ impaired growth، يعني بطء النمو، دياريا. والدياريا هذه الإسهال له خصائص. اول حاجه مور فريكوينت، متكرر، بيل سوفت بالكي انجليزي، البراز متكرر، السهل متكرر، شاحب لين، بالكي حجمه كبير انجليزي دهني، وعشان هيك بنطلق عليها كلمه استاتوريه اللي هو براز دهني. وذ اوفنسيف اودر، رائحه كريهه. يبقى الدياريا مور فريكوينت، بيل سوفت بالكي انجليزي، ساتوريا with offensive odor. بعدين ايش؟ constipation، وبنسميها انا ريكاسترانت constipation. مش مهم الريكاسترانت constipation، معناها اوكيجنلي، يعني بيجي على فترات، مرات السهل ومرات المسهل. هذا اسمها، هذا لازم نقول عنه ريكاسترانت constipation او كجنري constipation، انه مرات بصير عند الطفل اسهال ومرات بصير عنده امسال. abdominal distension، انتفاخ في البطن. muscle wasting، ترهل العضلات وخاصه في البتوكس and proximal parts of the extremities، موجود في منطقه البتوكس اللي هي اللين والجزء العلوي القريب من الاطراف. يبقى muscle wasting most obvious in buttocks and proximal parts of extremities. vomiting، الاعراض vomiting، anorexia اللي هي loss of appetite او ضعف الشهيه، seizures تشنجات او نوبات من التشنج، loss of tooth enamel اللي هو فقدان تساقط الاسنان، وخاصه الجزء اللي مسؤول عن صلابه الاسنان اللي بنقول عنه enamel اللي هو المينا، بنقول عنه بالعرب المينا. painful skin rash cold، بصير عند الطفل طفح جلدي بسموه ديرماتيتس، هيربيتي فورمز اللي هو ديرماتيتس، يحفظ ديرماتيتس، بصير ديرماتيتس التهاب في الجلد، ديرماتيتس هيربيتي فورمز. بينفل سكن راش كولد، ديرماتيتس هيربيتي فورمز ديرماتيتس. كومبليكيشنز اوف مال ابسوربشن، بدخل في مضاعفات سوء الامتصاص، دياريا او كونستيبيشن، اسهال ومساك، وامنوريا، انقطاع العادة الشهرية. مانجمنت، ايش علاج السيليك ديزيز؟ اول حاجة لايف لونج جلوتين فري دايت، بدي ياخذ مدار على طول حياته غذاء خالي من ايش؟ من الجلوتين. لايف لونج جلوتين فري دايت، هذا اهم حاجة، انه بدي ياخذ غذاء خالي من ايش؟ من الجلوتين. اثنين، اديك ويت كالوريك اند نيوترينت انتيك، بده ياخذ غذاء غني بايش؟ او في كميه كافيه من الكالوريز من السعرات الحراريه، وياكل اكل كويس بكميات مناسبه. يبقى اهم نقطه في المانجمنت ايش هي؟ الجلوتين في دايت على دار الحياة، لايف لونج جلوتين فري دايت، هذا اهم شيء. اثنين، اديكوت كالوريك اند نيوتريشنال انتيك. ثلاثة، سبلمنتيشن فيتامينز اند مينرالز، بده ياخذ فيتامينات ومعادن او املاح، وخاصة الووتر سولابل فيتامينز زي الفوليك اسيد، فيتامين بي 9 من الشهر الاول للشهر الثاني، الشهر الاول والشهر الثاني، فيتامين اي اند دي، ايرون اب تو 3 مانث اف انيميك، اذا كان عنده انيميا بده ياخذ ايرون،
فيتامين كي اف ايفيدنس اوف هايبوبروثرومبينيميا اند بليدنج، يعني كان الطفل بيعاني من انخفاض البروثرومبين وبصير عنده هايبو بروثرومبينيميا، والبروثرومبين احد عوامل التجلط. اذا كان في انخفاض في عوامل التجلط او بصير عنده قابليه للنزيف بده ينعطى فيتامين كي. كالسيوم اف ميلك از ريستريكتد، اذا كان احنا قلنا الحليب بلاش لانه الحليب ممكن يكون بروتين فيه جلوتين. الكالسيوم اف ميلك از ريستريكتد تمبوراري ريستريكشن اوف لاكتوز، فانا بدي احد من اخذ الحليب ليش بشكل مؤقت لانه في لاكتوز. كورتيكوستيرويدز ممكن المريض ينعطى اللي هو كورتيزون لكن لفتره مؤقته. بالمره نتكلم عن المانجمنت او مره ثانيه، او ان اهم شيء لو جلوتين في ضياع. بعدين اديكو كالوريك اند نيوتريانت انتيك سبلمنت فيتامينز اند مينرالز، بنعطي فوليك اسيد وفيتامين اي ودي وحديد اذا كان عنده انيميا، وفيتامين كي اذا كان عنده بليدنج او عنده هايبر بروثرومبينيميا. نعطي كالسيوم اف ميلك از ريستريكتد، بنقلل من اللاكتوز تمبوراري لحد كبير، تمبوراري ريستريكشن اوف لاكتوز وكورتيكو ستيرويد. نيسنج انترفينشن ايش العنايه التمريضيه؟ بروفايدنج اديكوت نيوتريشن اند دايتري ريستريكشن، نعطي اللي هو غذاء كافي لكن مع بعض ايش الاحتياط؟ ايش الاحتياط؟ قلنا بروتين او جلوتين في دايت، وقلنا من الاحتياط انه ريستريكشن اوف لاكتوز تمبوراري بشكل مؤقت، وقلنا من الاحتياط اذا كان الحليب از ريستريكتد بنقلل من كميه الحليب اللي ياخذها الطفل بنعطيه كالسيوم. يبقى بروفايد اديكوت نيوتريشن اند دايتري ريستريكشن ميك شور ذات ذا انيشال دايت از هاي ان بروتين، تكون الوجبات الغذائيه غنيه بالبروتين لكن خاليه من البروتين، ناتيفلي لو ان فات قليله الدهون، لو ان لاكتوز قليله اللاكتوز اند فري فروم جلوتين خاليه من البروتين. بيكوز نيولي دياجنوز بيشنت هاز سيفير مال ابسوربشن، ليش؟ لانه الطفل اللي بيكون بتشخص في البدايه بيكون عنده سوء امتصاص. طيب يبقى تكون الدايت هاي بروتين لو فات لو لاكتوز جلوتين فري دايت. يبقى مشان تكون نعطيه تكون الوجبه الغذائيه خاليه من البروتين بدنا ايش نعمل؟ ريستريكشن، تقليل بشكل كبير جدا من او عدم اخذ اللي هو الويت القمح او الحنطه الراي الذره اند بارلي اللي هو الشعير. يبقى كونتينيو تو ريستريكت ويت راي اند بارلي فروم دايت بريفنتنج انفكشن، منع حدوث اللي هو التهاب في اماكن اخرى ومنع انتقال العدوى. بكتفي الان لحد الهارت سبرانج ديزيز اللي حبدا فيه المحاضره القادمه، هارت سبرانج ديزيز اند اذر ديزيزز ويتش ار انتسسبشن انوركتال مالفورميشنز لنهايه الشابتر. ان شاء الله المحاضره القادمه بنخلص من شابتر اللي هو الجاسترو انتستاينال بروبلمز.